ظافر ترجع لتونس بعد ما انت بديتك من تونس، لكن مشيت تجارب اخرى من السعوديه، انت مشترك ترجع لتونس بفيلم صوفيا او صوفيا. الاثنين الاثنين البرة صوفيا في تونس، البرة صوفيا وهنا صوفيا، لكن في الاخر المعنى هو بيدو والشخصية هي بيدها. هو فيلم مثال ان شاء الله، فيلم تونسي لكن في نفس الوقت تصير احداثه ما بين تونس وما بين انجلترا، فيه كاست تونسي وكاست بريطاني، وحكاية إنسانية لكن في قالب أيضا درامي تشويقي وفيه نوع من الأكشن أيضا. أنت في أفلامك فما سينما المؤلف حاضرة من خلال المواضيع وطرح المواضيع، باش تقعد في نفس النهج ولا فما ممكن الجانر باش يتبدل؟ هو أكثر فيلم دو جانر، يعني فيه جانر اللي هي ممكن الثريلر، فيلم تشويقي، لكن ما نحبش نصنف فيلم تشويقي فقط، لأنه لا، في جانب إنساني أيضا، في جانب اجتماعي، وفيلم كما نقولوا كتبت اللي حسيته أكثر من اللي فكرت في نوعية الفيلم اللي باش تكون، وإن شاء الله يكون يعني فيلم قريب من الجمهور عامة. أنت حكيت قبيلة في الندوة وأنه باش يحكي على علاقة شمال بجنوب، لكن بطرح مختلف، لأنه فما عائلة مختلطة وفما زواج المختلط، وفيها أكيد برشا من تجربة ذاتية لظافر. ديما نرجع أنه في كل أفلامك هناك الذاتي، وهذا مهم للمخرج. قداش نسبة الذاتي في الفيلم؟ الذاتي الكوب اللي نتكلم عليه مختلف تماما على علاقتي أنا بزوجتي وظروفنا، لكن في الآخر كي تكون عندك تجربة لبرا وعايش فترة طويلة، أنا مثلا عندي 24 سنة، فإنك تسمع قصص وإنك تشوف حكايات وإنك تشوف تجارب ناس وإنك تشوف الناس فاش يعيشوا، فأكيد تكون في تفكيرك في إحساسك يعني شيء اللي يخص بيك واللي ماذا بيك تحكيه. فأنا حسيت إن الفيلم هذا وقته ومناسب جدا اللي قاعدين نشوفه فيه، ولكن في نفس الوقت دي نقول هذا جانب من الفيلم، لكن فما جانب آخر اللي هو جانب تشويقي، اللي هو جانب أكشن، اللي أيضا مهم جدا في الفيلم. الكاست الفيلم شنية المقاييس اللي اعتمدتهم من خلال الأدوار؟ أكيد كل مخرج عنده كل مرة يحب ينوع، هل أنت من المخرجين اللي تحافظ على نفس الفريق بالنسبة للممثلين، ولا المرة دي باش نشوفوا ممكن أسماء ترجعها بعد غياب سنوات للشاشة؟ الاسماء فما اسماء متعددة ممكن ما خدمتش معهم في فيلم في غدوة بصراحة، لكن هو لانه اللي خدمت معهم في غدوة كانت عندي تجربة مميزة معهم، لكن الادوار الان في الفيلم هذا مختلفة، فكان طلب انه يكونوا فما ممكن ممثلين اخرين. الاختيار دائما يكون شكون يكون بالنسبة لي، يعني في وجهة نظري الانسب للادوار، يعني ما اهم شيء هو يكون مناسب للدور اكثر منه اسماء. يعني نجموش نعرفوا بعض الاسماء؟ الاسماء في فما ممثل تونسي عايش في المانيا، ممثل مهم جدا قام بعمل كبيره في المانيا، قيس ستي، فما هبه عبود عايشه ايضا في اسبانيا وتخدم في اسبانيا، فما من انجلترا جيسيكا براون فيندلي، ممثله معروفه بريطانيه شاركت في مسلسل داونتون ابي، معروفه ممكن بصفه كبيره المسلسل هذا، فما أليكس ماكوين أيضا ممثل بريطاني، فما العديد يعني من الوجوه ممثلين أخرين تونس أو بريطانيين موجودين في فيلم. هل باش يكون فيلم للقاعات أم للمهرجانات ونختم الحوار؟ أنا باش يكون فيلم للناس إنها بتشوفه، وإن شاء الله يكون كما نقولوا للأكبر عدد من الناس، يعني أكبر عدد ممكن. شكرا لك. شكرا.